تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ون نيوز. اليوم في النجف تشهد إزاحة الستار عن إكمال نصب لنسخة من القرآن الكريم يتوسط محافظة النجف من بوابتها الشمالية. هذا النصب جاء بعد دعوة للسيد مقتدى الصدر بضرورة أن تكون هنالك نصب للقرآن الكريم بمختلف المحافظات العراقية، وبالفعل تبرع أحد الأشخاص لإقامة هذا النصب بالتعاون مع محافظة النجف الأشرف، واليوم شهد إزاحة الستار عن هذا النصب. راح ناخذ آراء الموجودين بهذا المكان. طبعا هذا الاحتفال شهد حضور رسمي وشعبي وأيضا بعض الشخصيات من التيار الصدري الذين حضروا لهذا المهرجان. راح ناخذ آراء بعض الموجودين في هذا الحفل وحتى نتعرف على الرسالة وأهمية هذا النصب داخل المحافظة. افتتاح نصب القرآن الكريم في محافظة النجف الأشرف اللي تعتبر عاصمة المسلمين الشيعة في العالم، كانت بعد حادثة حصلت أيضا في السويد سبقت هذا سلوان موميكا، أيضا كان يعني بدايتها تجاوز على كتاب الله، فأطلق سماحة السيد مقتدى الصدر عزاه الله تغريدة من خلالها دعا جميع المحافظات أنه من خلال رجال الأعمال أن يقام نصب لكتاب الله في كل محافظة بالتعاون مع المحافظين حسب ما ورد بالتغريدة. وبالفعل كان بالنجف من المحافظات الأولى اللي لبت هذه الدعوة. الآن نلتقي بأحد مشايخنا الذي حضروا هذا الافتتاح وإزاحة الستار عن هذا النصب الكبير والمهم. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، مدى أهمية هذا النصب داخل المحافظة؟ نعم. رسالة الدعوة من قبل سماحة السيد لإقامة مثل هذا النصب داخل المحافظة؟ هي دعوة مباركة من قبل سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، والتي انطلقت لعموم العراقيين وعموم المحافظات، لكن أنها تنطلق وتطبق في محافظة مثل النجف الأشرف لترسل رسالة من ميدان الحوزة العلمية وعلمائها ورجالها إلى العالم أجمع، أن القرآن الكريم هو دستور الإنسانية ودستور الإسلام وهو دستور المؤمنين، وبالتالي هي رسالة واضحة وعميقة جداً ورد عملي على كل إساءة للقرآن الكريم، هذا المصحف الشريف الذي يحترم جميع الديانات ويقدس جميع الإنسانية. بالتالي كما بينت أنه رد عملي ورسالة واضحة أن المؤمنين في النجف الأشرف وجميع العراقيين هم يجتمعون على حب كتاب الله تعالى ويعظموه، لأن القرآن الكريم من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بطبيعة الحال. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. شكرا جزيلا. يعني الرسالة واضحة من إقامة مثل هذه النصب لإرسال رسالة من النجف تحديدا، وهي الرسالة أو الشرارة الأولى التي انطلقت عندما قال السيد مقتدى الصدر بضرورة إنشاء مثل هذه النصوب ردا على الإساءات المتكررة من قبل أعداء الدين، أعداء المذهب، أعداء الإسلام، أعداء الدستور الإسلامي.